مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف الحادي عشر علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء والفصل الدراسي الثاني، ونستكمل حديثنا اليوم عن دروس الوحدة الخامسة الكيمياء الحيوية البناء الضوئي، وما زلنا في الحديث عن الدرس الثاني عملية البناء الضوئي. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، يجب أن تكون قادرا على أن تذكر تركيب معقد النظام الضوئي، وأن تشرح وظيفة معقد النظام الضوئي، وأن تفرق بين النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني. لدينا اليوم عزيزي الطالب مجموعة من المفردات سوف نتعرف عليها في حديثنا عن عملية البناء الضوئي. التفاعلات الضوئية، أي التفاعلات المعتمدة على الضوء. التفاعلات اللا ضوئية، التفاعلات غير المعتمدة على الضوء. معقد النظام الضوئي، فائق التركيب. معقد المستقبل الضوئي. معقد مركز التفاعل. النظام الضوئي الأول، النظام الضوئي الثاني، والفسفرة الضوئية. قيمة اليوم عزيزي الطالب هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤالنا اليوم عزيزي الطالب: ما هو المقصود بالنظام الضوئي؟ للإجابة على هذا السؤال، افتح كتاب الطالب صفحة 19 ثم اقرأ الفقرة الأولى. ما المقصود بالنظام الضوئي عزيزي الطالب؟ الأنظمة الضوئية. تحدث التفاعلات الضوئية ضمن معقدات بروتينية منغرسة في أغشية الثيلاكويدات في ترتيب يسمى معقد النظام الضوئي فائق التركيب. ويتكون معقد النظام الضوئي فائق التركيب من منطقتي معقد بروتيني، معقد المستقبل الضوئي، ومعقد مركز التفاعل. ويحيط كثير من معقدات المستقبل الضوئي بمركز تفاعل واحد، ويمكن أن تحتوي معقدات المستقبل الضوئي على عدد من جزيئات الكلوروفيل يتراوح بين 40 إلى 100، في حين يتكون معقد مركز التفاعل من جزيئي كلوروفيل خاصين ومستقبل للإلكترونات. ما المقصود بالنظام الضوئي عزيزي الطالب؟ المرحلة الأولى من عملية البناء الضوئي هي التفاعلات الضوئية. وتحدث التفاعلات الضوئية من خلال معقدات النظام الضوئي في أغشية الثيلاكويد، مما يتكون معقد النظام الضوئي. يتكون معقد النظام الضوئي فائق التركيب من معقد بروتيني يحتوي على ما يأتي. يحتوي على المستقبل الضوئي. وما هو المستقبل الضوئي؟ المستقبل الضوئي هو هذا الجزء عزيزي الطالب، وهو عبارة عن غلاف بروتيني يحتوي على عدد من جزيئات الكلوروفيل يتراوح ما بين 40 إلى 100 من جزيئات الكلوروفيل، فهذا يسمى المستقبل الضوئي، وهو الجزء الخارجي من النظام الضوئي. بينما يوجد في الداخل عزيزي الطالب ما يسمى بمركز التفاعل، ومركز التفاعل هو عبارة عن جزيئين خاصين من الكلوروفيل ومعهما مستقبل للإلكترونات. مستقبل الإلكترونات يتكون من ذرتي الحديد والكبريت كما هو موضح في الرسم عزيزي الطالب. يحيط كثير من معقدات المستقبل الضوئي بمركز تفاعل واحد. قد يوجد أكثر من مستقبل ضوئي يحيطون جميعا بمركز تفاعل واحد كما هو ظاهر في هذا الرسم. بعد دراستنا لهذا الشكل عزيز الطالب، يجب أن نكون قادرين على أن نتعرف على تركيب معقد النظام الضوئي، معقد النظام الضوئي بأجزائه المختلفة. فلا تنسى عزيز الطالب، لدينا المستقبل الضوئي الذي يحتوي على عدد من جزيئات الكلوروفيل يتراوح ما بين 40 إلى 100 جزيء كلوروفيل، ومركز التفاعل الذي يتكون من جزيئين من الكلوروفيل خاصين،
ومعهما مركز التفاعل، معهما مستقبل الإلكترونات، وهو قد يكون حديد وكبريت. هذا الجزء عزيز الطالب هو غشاء الثيلاكويد، وواضح كما سبق أن درسنا أنه يتكون من طبقة مزدوجة من الفوسفوليبيدات، كما هو شأن جميع الأغشية التي توجد في الخلايا الحية. ننتقل عزيزي الطالب إلى الخطوات التي تحدث في أثناء التفاعلات الضوئية. تمتص جزيئات الكلوروفيل في نظام الضوئي الطاقة الضوئية، هذه الخطوة الأولى، ثم تنتقل الطاقة إلى زوج خاص من جزيئات الكلوروفيل في معقد مركز التفاعل، وتستخدم الطاقة من زوج جزيئات الكلوروفيل في داخل معقد مركز التفاعل لسحب الإلكترونات الناتجة من تحلل الماء ونقلها إلى جزيء مستقبل لها يحتوي على الحديد والكبريت. هذه هي مختصر الخطوات التي تحدث داخل النظام الضوئي. في البداية تمتص جزيئات الكلوروفيل في المستقبل الضوئي الطاقة الضوئية، كما هو واضح من اسمه المستقبل الضوئي، وتنقل الطاقة إلى زوج خاص من جزيئات الكلوروفيل كما هو واضح في هذه الأسهم إلى داخل مركز التفاعل، وتستخدم الطاقة من زوج جزيئات الكلوروفيل داخل معقد مركز التفاعل لسحب الإلكترونات الناتجة من تحلل الماء، ومن ثم نقل هذه الإلكترونات إلى مستقبل الإلكترونات الذي يحتوي على الحديد والكبريت. ملحوظة عزيز الطالب، تنقل المئات من جزيئات الكلوروفيل في كل نظام ضوئي الطاقة إلى مركز التفاعل، وهذا يدفع إلى تفكك جزيئات الماء، وتفكك جزيئات الماء هو الذي يؤدي إلى انطلاق الأكسجين وأيضا أيونات الهيدروجين الموجبة والإلكترونات. وعندما يتفكك جزيء الماء أثناء حدوث التفاعلات الضوئية، تكون هذه المعادلة الكيميائية هي من تلخص كيف يتفكك جزيء الماء أثناء حدوث التفاعلات الضوئية. جزيء الماء يتفكك باستخدام الطاقة التي استقبلها جزيئات الكلوروفيل من ضوء الشمس وأعطاها للإلكترونات داخل مركز التفاعل، ومن ثم ينتج من تفكك جزيئات الماء الأكسجين والهيدروجين وأيونات الهيدروجين والإلكترونات. لدينا سؤال عزيزي الطالب في البداية، بالاستعانة بالشكل الآتي والذي يوضح معقد النظام الضوئي فائق التركيب، أجب عن الأسئلة الآتية: أين يوجد هذا التركيب في أوراق النباتات؟ يوجد في أغشية الثيلاكويدات في البلاستيات الخضراء؟ إلى ماذا يشير الرقم 1 و 2؟ رقم 1 يشير إلى المستقبل الضوئي، ورقم 2 يشير إلى مركز التفاعل. ما الفرق بين عدد جزيئات الكلوروفيل في 1 و 2؟ 1 المستقبل الضوئي يحتوي على عدد من جزيئات الكلوروفيل يتراوح ما بين 40 إلى 100، بينما مركز التفاعل يحتوي على جزيئين كلوروفيل بالإضافة إلى مستقبل للإلكترونات. ننتقل إلى هذا السؤال عزيزي الطالب، اشرح تركيب مركز التفاعل. يتكون من جزيئي كلوروفيل خاصين ومستقبل إلكترونات. اشرح خطوات انتقال الإلكترونات في النظام الضوئي. تمتص جزيئات الكلوروفيل في النظام الضوئي الطاقة الضوئية. تنقل الطاقة إلى زوج خاص من جزيئات الكلوروفيل في مركز التفاعل. تستخدم الطاقة من زوج جزيئات الكلوروفيل داخل مركز التفاعل لسحب الإلكترونات الناتجة من تحلل الماء ونقلها إلى جزيء مستقبل لا يحتوي على الحديد والكبريت. ننتقل عزيزي الطالب إلى النواتج الأساسية من التفاعلات الضوئية. الناتج الأساسي من التفاعلات الضوئية الإلكترونات، وهي تستخدم لاختزال ناد بي إلى ناد بي اتش، أيونات الهيدروجين التي تحفز بناء الـ ATP عبر غشاء الثيلاكويد، والأكسجين الجزيئي الذي يطلق إلى الهواء. وهذا هو معقد النظام الضوئي فائق التركيب مرة أخرى، وهذه هي النواتج الأساسية من التفاعلات الضوئية عزيزي الطالب كما شرحنا. ما أهمية جزيئات الكلوروفيل في النظام الضوئي؟ تمتص جزيئات الكلوروفيل في النظام الضوئي الطاقة الضوئية. وضع أهمية الطاقة من زوج جزيئات الكلوروفيل داخل كل معقد. تستخدم الطاقة لسحب الإلكترونات الناتجة من تحلل الماء ونقلها إلى جزيء مستقبل لها
يحتوي على الحديد والكبريت. السؤال الثالث عزيزي الطالب، بين النواتج الأساسية من التفاعلات الضوئية. الإلكترونات التي تستخدم لإخزان ناد بي إلى ناد بي إتش، وأيونات الهيدروجين التي تحفز بناء الـ ATP عبر غشاء الثيلاكويد، والأكسجين الجزيئي الذي يطلق إلى الهواء. أنواع الأنظمة الضوئية في غشاء الثيلاكويدات عزيزي الطالب، هذا الشكل يوضح جزء من غشاء الثيلاكويد داخل البلاستيدات الخضراء، ويوضح كيف توجد الأنظمة الضوئية كجزء من غشاء الثيلاكويد عزيزي الطالب. يوضح هذا الرسم أنه يوجد نوعين من الأنظمة الضوئية، النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني عزيزي الطالب. ما الفرق بين النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني؟ يرمز للنظام الضوئي الأول BS1 والنظام الضوئي الثاني BS2. الفرق بينهما بداية في الطول الموجي للضوء الذي يمتصه كل نظام من هذه الأنظمة. قمة امتصاص الضوء في النظام الضوئي الأول عزيزي الطالب هي 700 نانومتر، بينما قمة امتصاص الضوء في النظام الضوئي الثاني هي 680 نانومتر. عملية الفسفرة التي تحدث في النظام الضوئي الأول، تحدث في النظام الضوئي الأول الفسفرة الحلقية، ويشارك أيضا النظام الضوئي الأول عند حدوث عملية الفسفرة غير الحلقية، أي أن النظام الضوئي الأول هو الذي يحدث فيه وفقط الفسفرة الحلقية، ويمكن أن يشارك أيضا في حدوث عملية الفسفرة غير الحلقية. النظام الضوئي الثاني عزيزي الطالب يشارك فقط في عملية الفسفرة غير الحلقية. لدينا سؤال عزيزي الطالب، قارن بين النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني كما بالجدول. قمة امتصاص الضوء في النظام الضوئي الأول 700 نانومتر، بينما قمة امتصاص الضوء في النظام الضوئي الثاني 680 نانومتر. نوع الفسفرة في النظام الضوئي الأول هو فسفرة حلقية وغير حلقية. نوع الفسفرة في النظام الضوئي الثاني هو الفسفرة غير الحلقية وفقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.